سالي، مثل ما تابعنا 23 تموز من عام 1960 هو ذكرى التلفزيون العربي السوري. أما هلأ رح نتابع مع بعض بالتقرير عن أهمية التاريخ يلي شكل نقطة تحول وذاكرة بتلامس مكان الحنين عند السوريين، ابتداء من جيل التأسيس لجيل الرواد ومختلف المجالات، سواء من تأسيس التلفزيون أو غيرها من المعلومات. أكيد، واللي شكل 23 تموز علامة فارقة لعام 1960 بتاريخ الإعلام السوري والجمهور السوري أيضا، الذي تستمر أمام الشاشات في ذلك اليوم ويترقب انطلاق الشرارة الأولى للتلفزيون السوري. واليوم في ذكرى انطلاقته سنتوقف قليلا مع بعض ذكريات الزمن الجميل وخصوصية العمل في تلك الفترة مع أحد قاماتها ورواد العمل في الإعلام السوري. سالي، صباحنا لليوم رح نبدأ من تاريخ عريق من العطاء وشاهد على حقبة طويلة من عمر الإعلام السوري مع أحد عمالقة الكلمة والصورة الذين أسسوا للإعلام السوري وعملوا بجد لسنوات طويلة ليصل إلى المكانة التي هو عليها اليوم. فكان الإعلامي الكبير الدكتور محمد قطان نجم شاشة الستينات والسبعينات، وأصبح وجها محببا في زمن الأبيض والأسود وضيفا خفيف الظل على قلوب المشاهدين السوريين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم يا ميت هلا، نورت شاشتنا. أهلا بيك وأنتم منورين قبلي. الله يخليك. أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بخير بهالذكرى العظيمة لتأسيس التلفزيون العربي السوري. بداية خلينا نحكي بين الرهبة وبين المسؤولية للإطلالة السوري، الإطلالة على التلفزيون السوري كان لها سحر خاص. خلينا نحكي عنها بأيامات الستينات وأيامات السبعينات. يا سيدتي، يمكن أنا لي حالي خاصة في موضوع الرهبة. اللي خلالي حالي خاصة أنه أنا اشتغلت وأنا طالب عام 1955، عمري 16 سنة، كنت طالب ثانوي. اشتغلت في إذاعة دمشق بشارع النصر، كان عندنا أستاذ اسمه عبد الكريم الكرمي أبو سلمى، شاعر فلسطيني، كان مشرفا على برامج الأطفال في إذاعة دمشق. المهم كتبت له برنامج وعجبه ودخلت. مرت الأيام شاركت بعض القامات اللي كانت بتلك الفترة. هالقامات اللي كانت بتلك الفترة بدك تسميها هدول مذيعو فترة الاستقلال. استقلال بال46، هدول اجوا بال50ات، يعني كتير قريبين من فترات الاستقلال. فهالدخول في فترة الاستقلال والتمارين خلى الرهبة الحقيقة عندي الحقيقة قليلة. نعم. تعرفي حضرتك هلا إذا فتي حضرتك بمذيعة التلفزيون، أنا بدي أسألك الآن، فوتي على الإذاعة أمام ميكروفون إذاعة، نعم، ألا تشعرين برهبة؟ نعم تأكيد. تشعرين برهبة؟ ما في ممارسة. فكان في ممارسة، بس شو كنا بقى بالتلفزيون أول ما دخلنا بقى يعني نتابع شاكيت شدو في جرافي راحت هالناح، شعرك ما ضابط يوم كان لي شعر. الله يطول بعمرك. الحقيقة كان الشكل كتير يأخذ من الشخص، إلا أنه موضوع الرهبة اللي عم تفضلي فيها كانت شديدة وقوية، رغم معي أنا يعني ممارسة على الميكروفون وسنوات، رغم ذلك الرهبة كانت شديدة جدا. ليش؟ رأسا بدك تقولي عم يشوفوني مو عم يسمعوني. تمام. بيقولوا يا ترى فلان ولا فلان ولا لا، في مشاهدة. هذه المشاهدة الحقيقة هي التي تجعل الرهبة شديدة، ويكذب من يقول لك أن لا هناك رهبة. الله يرحمه يحيى الشهابي أحد كبار المذيعين آنذاك، قال من يخاف هو الصح، من يخاف، من يخشى هو الصح. لما؟ لأنه يحترم الناس، يريد أن وعنده حس المسؤولية، حس مسؤولية. نعم. واحترام الناس. نعم بالتأكيد. لا يطلق الكلام جذافا. نعم. لأنه أنا والله طلعت بحكي شو ما كان، تسألينني ما
موجود الآن؟ موجود. جزافا موجود الآن. نعم. عدم الاحترام موجود. هل تريدين أن نقول الحقيقة؟ نعم. عدم الاحترام موجود. لن نسمي بين مذيعات ومذيعين، موجود. إنه ما في شيء، عم بحكي. لا، ما بصير تحكي، ما بصير تحكي، بدك تحترم. كان يقول رحمه الله صباح قباني، قال لي في يوم من الأيام، والله كانت جرافي هيك بعيدة شوي، الجرافي استدعاني، شو بيقول لي بعد ما شريت الأخبار، بيقول لي شو هاي جرافتك، شو هذا؟ إنه ليش؟ قلت له الجرافي يعني اللي سمع هالكلمة مني وخذ عبا. أي مذيع اللي أي مذيع يدخل إلى المنزل غير مرغوب فيه، غير ما حتى يثبت العكس. نعم. في أخلاقه، في صفاته، في حديثه، في جلوسه، في احترامه. أي مذيع يدخل على الأسرة يثبت العكس إذا لم يكن بالتأكيد. يعني نحن رح نتابع هالحديث. نعم. الرائع مع حضرتك، لكن من بعد ما نتابع تقرير عن ذكرى تأسيس التلفزيون العربي السوري لزميلتنا نور إبراهيم وراجعين. نعم. الأستاذ عماد نداف، حضرتك كاتب وصحفي، صلاك بتشتغل تقريباً 35 سنة بالتلفزيون السوري. نحن عم نحتفل بالذكرى 58 لتأسيس التلفزيون السوري. خلينا نحكي لمحة عن تاريخ التلفزيون والمراحل اللي مر فيها. التلفزيون العربي السوري هو ابن مرحلة تاريخية حلوة كتير بتاريخ بلادنا، هي الوحدة بين سوريا ومصر، كان اسمها الجمهورية العربية المتحدة. في ذكرى 23 تموز، ذكرى ثورة مصر، أطلق التلفزيون العربي السوري عام 1960. يعني نحن الآن هلا مرت 58 سنة. نعم، مرت 58 سنة على انطلاق التلفزيون العربي السوري. نحن موجودين أساساً بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، يعني المقر الأساسي للتلفزيون السوري، المؤسسات الإعلامية السورية. نعم. ومر بكثير من المراحل. نحن بنعرف أنه البث الأساسي كان من قاسيون، أول يوم كان البث ساعة ونص بالتزامن مثل ما قالت أستاذ مع التلفزيون المصري، يعني مر بمراحل كثير. يعني التلفزيون القديم يختلف اليوم عن التلفزيون يعني في مكانات إعلامية كبيرة واسعة. اليوم تقريبا نحن عم نحكي عن محطات كثير كبيرة، وما زال التلفزيون السوري مستمر، وخصوصا يمكن بالحرب اللي عم نعيشها، هي أساساً حرب إعلامية. نعم. هلا أنا إذا بدي أخذ التلفزيون بصيغته الأساسية اللي نحن بدأنا فيها، بيكون نحن نواة ما يحصل الآن. نواة الصورة اللي أنت عم المتألقة اللي أنت عم تحكي عنها اليوم في عالم من الإعلام ووسائل الاتصال المتحضرة. في شغلة أساسية جداً، إنه التلفزيون العربي السوري بدأ وليس هناك أي كادر يشتغل بالتلفزيون، لا يوجد مذيع تلفزيوني، لا يوجد مخرج تلفزيوني، لا يوجد كاتب تلفزيوني، لا يوجد حتى دراما تلفزيونية. في السنة الأولى مباشرة توالدت كل هذه الأشياء مثل الحلم يعني. ففي الوقت الذي ظهر فيه التلفزيون وأعلن فيه الدكتور صباح قباني انطلاقة التلفزيون العربي السوري عام 1963، كانت 6:30 المساء، بهذيك اللحظة بدأ الحلم يكبر. بدأت مباشرة البرامج تعد له، بدأت مباشرة أول دراما رابعة العدوية، بدأت مباشرة أول البعثات تروح لبرا عشان يأسسوا الخبراء مختصين بالإعلام التلفزيوني. أول مرحلة الدورة البرامجية الأولى. لا يستطيع أحد أن يتكلم عن التلفزيون دون حديث عن دورة برامجية، برنامج ثقافي وبرنامج سياسي وبرنامج الأطفال وبرنامج كوميدي يحمل دراما. إذن نحن في هذه الحالة أمام مشروع بذرة التلفزيون الأسرة الذي سيتطور فيما بعد. يعني دورة برامجية واحدة من 5-6 برامج رسمت أفق. هاي الدورة البرامجية الأولى هي المرحلة الأولى اللي تم الشغل عليها. لماذا أقول تلفزيون الأسرة؟ لأن التلفزيون العربي السوري ومنذ تلك الأيام حرص على مسألة أساسية، هي أن يدخل لكل بيت بأدبه واحترامه، فيقدم المعلومة ويقدم الابتسامة ويقدم القيمة المعرفية
القيمة المعرفية والقيمة التربوية دون أن يخدش مشاعر الحياة. أستاذ عماد، هلأ نحن متواجدين بقسم الأرشيف، هو من أقدم الأقسام الموجودة بالتلفزيون السوري والمحتفظ بعده بالمعدات القديمة اللي عمرها عشرات السنوات. نحن عم نحكي كمان كيف اختلف العمل التقني والمجهود الكبير اللي كان يبذل من أجل المادة تطلع على التلفزيون والمراحل التاريخية اللي مرت فيها. صحيح. يعني أنت حطيت إصبعتك على جرح كبير. هذا الجرح هو المعاناة اللي كان يعانيها الكادر التلفزيوني السوري، سواء في الإعداد أو في المونتاج أو في الإخراج، وخاصة لتعدد التقنيات اللي كان يشتغل فيها. الآن الكادر التلفزيوني الحديث أمامه مونتاج إلكتروني سهل بضب المونتاج الصوتي مع المونتاج الصورة، يقطع الكادر لأجزاء قليلة جدا من الثانية، في حين نحن كان قدامنا بهي التجهيزات اللي بتنقل من 2 إنش للإس بي للفي اتش اس أحيانا الدخلي. يعني هذه الأنظمة اللي كانت موجودة بالتلفزيون كانت أنت مضطرة تتعاملي معها حسب وجود المادة الأرشيفية في التلفزيون وحسب الشريط اللي أنت عم تشتغلي عليه. يعني مثل هذا الشريط مثلا، مثل هذا الشريط كنا، هذا قطع نادر يسمى، هذا الشريط قطع نادر رقمه 2556 عن دمشق. يعني إذا بدك مادة أرشيفية عن مدينة دمشق بدك تحوليها من هذا النظام لأنظمة أخرى. هذا بدل على شغلة أساسية جدا، إنه كل ما تطور الزمن يصبح العمل التلفزيوني أجمل وأرقى وأقل جهدا ويحتاج إلى ذوق وفن كبير جدا. في ذلك الوقت كنا نتعب كثيرا جدا أنا وكل زملائي. اختلفت هلأ الشرائط. نعم. يعني نحن عن الشرائط كيف اختلفت. كل فترة تشاهدين نوع جديد من الشريط. الآن سي دي، يعني هو هلأ سي دي مثل ما قلت على الهارد، وهلأ الانترنت تختصر كثير من الوقت والمجهود. كل ذلك تغير، ونحن أمام كل يوم في تطور. عجلة الإنتاج في العالم تقدم لنا، عجلة الإكتشافات في العالم تقدم لنا منتجات جديدة نستخدمها في هذا العصر. نتشكرك على هي الجولة الصغيرة اللي قمنا فيها مع حضرتك بأروقة التلفزيون العربي السوري والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. في الذكرى 58 لتأسيس التلفزيون العربي السوري، ستبقى ذكراكم خالدة معطرة بالمجد والخلود. شهداء الأعلام السوري، لن ننساكم. نورة الإبراهيم للأخبارية السورية. يعني بعد ما تابعنا أستاذ محمد التقرير الجميل لزميلتنا نور الإبراهيم، عم نشوف مجموعة من ذكريات الزمن الجميل، خلينا نقول. نعم. والصور الرائعة، يمكن الصورة هي اللي موجودة حاليا، ومجموعة من الصور هي أول صورة أريج بي. هي أول ظهور لحضرتك أستاذ. هي أول ظهور بالتلفزيون. كنا عم نقرأ مطالعات صحف، تدربنا على مطالعات صحف وليس الأخبار، مطالعات صحف. نعم. بتقلي لي شلون كان شعورك بالداخل؟ أكيد في رعب داخلي، حابين قائم في رعب قائم. مطالعات صحف في وبهي رعب. الصورة الملونة اللي هي كانت هاي بقى أخرى. مالك زمام الكاميرا هاي بالملون، هاي ما في رهبة كتير ولا كانت هي آخر ظهور لحضرتك؟ والله في دائما، في دائما في سبب حسب ما بيكون الظهور. هلأ الإنسان، دعيني أقول نصيحة، أنت تقرأين نشرة أخبار، حينما تكون النشرة طويلة ابدي بطبقة من تحت. ليش؟ لأنه بالله شعور بدك تطلعي، بدك تطلعي. ليش طويلة النشرة؟ استقبل السيد الرئيس كذا، استقبل تطلع الصوت، الصدر بده يطلع. أما إذا بديت من هون أنا ما بقى يطلع صوتي. هل لاحظت وهل التكنيك يمكن كتير إعلامي يمكن بوقتنا الحالي أن يتم التدريب عليه بطرق صحيحة وبأساليب صحيحة؟ تماما. نعم. لا تخجلي من النقد، لا تخجلي، خذيه. نعم. من المواطن،
من زميل، نعم، من أي إنسان، سجليه. يمكن تجربة الإذاعة أو الإذاعة هي أكثر صقل لحتى لهدول طبقات الصوت اللي حضرتك عم تحكي عنه. الإذاعة كتير بتعلم، تحكي لنا عن التجربة تبع الإذاعة. يا سيدة، الإذاعة تجربة أكثر من رائعة، أكثر من رائعة. أنا وتقدمت برامج الأطفال، صدقيني أنا كنت أقدم البرنامج وأطفالي تابعوا العملية اللي. والله صدقيني خلال 4 أشهر من البرنامج كنت أرى شخص يقف بالمراقبة، لا أعرف من هو، يتابعني وقور، إلى أن استدعاني في يوم من الأيام وقال لي، سألت مين هذا؟ قالوا لي هذا يحيى الشهابي مدير البرامج. قال لي سأجعل منك مذيعا. قلت له مذيع؟ أنا طالب صف عاشر ولا بد اتوظف كذا. قال لي ماشي ماشي ماشي، طول بالك. قلت له هلا مذيع بدي، مستحيل انا يعني اكون مذيع ولسه ما عندي فكره ما عندي كذا. قال لي سأمرنك. والله وحيدا مرني 6 أشهر، وحيدا 6 أشهر. عجبوا ادائي، عجبوا. اشتغلت بمحطه اسمها المحطة اللي ترسل عبر إذاعة دمشق إلى أمريكا الجنوبية. أهلنا في أمريكا الجنوبية. إمتى بتبدأ؟ بتبدأ 2 بالليل وتنتهي الساعة 4، يعني فترة ليلية، وكانت الانطلاقة في نشرات الأخبار في تلك الفترة. وظليت فيها فترة رائعة جداً. سعيد كنت أنا أن أكون تلميذ ليحيى الشهابي، ملك المذيعين. عصام وعدد من المذيعين القدامى اللي كانوا الحقيقة قامات في تلك المرحلة. يعني بالتأكيد هالزمن الجميل والذكريات الجميلة وبداية تأسيس التلفزيون وبداية المذيعين أمثال حضرتك، كان في ذكريات لحضرتك ووثقتها بالصور، هي كنت حابب تحكي لنا عنها الصورة. يا سيدتي، هذه الصورة أخذت لمعمر بن الكسوة، منطقة اسمها الكسوة معروفة، عمره 128 سنة. هذا المعمر، هذا المعمر حينما أجريت معه لقاء بمنطقة الكسوة، هذه يدي هون ماسك الميكروفون، أجريت معه لقاء، في كان صرف نكتة طبيعية. قلت له شو اللي أنت مالك مرتاح فيه هلا؟ قال لي لا مبسوط. قلت له ابدا ولا في شيء. قال لي والله في شيء، شغله وحده. قلت له ما هي؟ قال لي متزوج هلا وحده في فارق سن بيني وبينها. قلت له قديش عمرها؟ قال لي 80 سنه. اها، هو 126 متزوج وحده عمرها 80 سنه في تلك المرحله. وبدا يمكن كان هذا الشيء هم عليه او شيء، يعني يعتبر انه بده ياخذ وحده اكبر كمان، ناس بعمره. يعني كنتوا تعملوا تقارير او خلينا نقول الريبورتاجات، بس كان طريقتكم مختلفه. يمكن اريج يلي جنبك يمكن هيدا رح يحكي لنا. سيدتي، هذا لقاء، احدى اللقاءات. قد ايه مدته؟ هذا اللقاء مدته 5 دقائق واقل. هذا اللقاء أجريته أنا بحلب مع ملكة جمال القطن. ملكة جمال القطن بحلب، انتخبت ملكة جمال القطن بحلب. هذا اللقاء في تلك الفترة لم يكن هناك فيديو، هاد محمد وخالص بتحطيه على آلة بتشوفيه. سابقا لم يكن هناك فيديو، هلا طفل صغير بيصور لك ساعة بمكنة فيديو هلا حديثه. بالاول ما كان الفيديو الخارجي، نقل خارجي. اول ما كان النقل الخارجي شيء اسمه اوريكون، في صوره شخص عم يصور تحت ليكا. هذا هو مصور، وهذا هذا اسمه الاوريكون. هذا الاوريكون جهاز بتحطي فيه فيلمين، بيخلصوا الفيلمين بتروحي
بتخلصي بدك شو بتعملي فيه؟ بدك تحمضيه. ومتى ما خلص تحميض بده ممكن ينضرب الفيلم، فلذلك في مسافة طويلة. هلأ نحن عم نعمل اللقاء، بتلاقي واحد مهندس صوت حاطط على أذنيه عم يسمع الصوت، ستوب قاعد ستوب. صدقيني أحياناً الخمس دقائق أو السبع دقائق بتاكل مدة زمنية أكثر من 30 دقيقة. نعم أكيد، يعني كواليس ومواقف وأحداث عشتوها بهالزمان، في شيء معلق بذاكرتك أستاذ هيك، شيء أثر فيك، شيء موقف إن كان مضحك أو وجداني؟ يا سيدتي في كان موقف، طالما نحن هيك عم ناخذ بعض المواقف، بحرب تشرين. نعم. قدمت أنا الحقيقة لقاءات بنيطرة، وكنت أطلع يومياً بالأخبار، يومياً. جتني مهمة إنه هي إذاعة حلب حرب، وأخذ الـ 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 السيارة الوحيدة، كان في عنا سيارة نقل وحيدة، لم تكن هناك سيارات نقل. نعم. إلا كم سيارة نقل في عدد كبير من سيارات النقل، كانت سيارة نقل وحيدة آنذاك. فكلفت بأنه هي إذاعة حلب في أن يكون فيها تلفزيون وكاميرات. نعم. وإلى آخره. نعم، يعني الحديث الممتع معك يطول. بس كلمتين لكبل هي. فيوميتها كان في سيارة لحلب، ركبت السيارة الرئيسية بدي أطلع. نعم. أتوجه لي، وإذا السيارة تعطلت أخذت تاكسي وركبت تاكسي واتجهت باتجاه الإذاعة. السائق ينظر إلي ويقول لي هيك، إيه الله يرحمك يا محمد قطان. والله طلعت إشاعة بدمشق إنه أنا غبت عن التلفزيون، صرت بحلب، إنه محمد قطان توفي في معركة في النيطرة. مشي يعني مشيت، أنا بدي ريحه، طلعت هويتي والله أذكر، قلت له، قال لي إيما من إيدك، إيما من إيدك، لا تحكي على الناس اللي ارتحمت أبدا، أوعك تعمل حالك لأنك أنت فلان تشبهه. قلت له والله أنه ما رد، وقف على اليمين قال لي قوم انزل. وقت فرجيته حتى هويتك؟ قال لي قوم انزل، لم يصدق. قال لي قوم انزل. زر شو بيقول لي؟ بيجي بدي أعطيه مصاري قديش الإجرة للمسافة اللي قطعتها. نعم. بيقول ضبن راله الفاتحة. معناتها هيدا محبة. مأثر كثير. محبة بهديك الأيام. تماما. يعني أكيد نحن بنتمنى لك طولة العمر، وتشرفنا بوجود حضرتك اليوم معنا ضمن برنامجنا الصباحي وبهالذكرى الجميلة. شكرا كثير لك أستاذ محمد. الله يخليك. أنا بدي أقول شيء، كلمتين. فضل. يعني الحقيقة الله ينصر الوطن ومزيد من النصر. بدي أقول الله يحمي سوريا بلدنا، بدي أقول الله يحمي شعبنا وجيشنا، بدي أقول الله يحمي قائدنا ألف 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 مرة. آمين. والله يطول بعمرك. لن تركع لن تركع لن تركع، وستعود أفضل وبكثير مما كانت إن شاء الله. بإذن الله. شكرا لهذه الكلمات الرائعة، وشكرا لوجودك معنا، أضفت شيء جديد وشرفتنا اليوم. نعم. والله يطول بعمرك. شكرا كثير لك. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. رح ننتقل للتلفزيون السوري يلي شكل ذاكرة بقلوب كتار منا عبر العديد من البرامج والوجوه الإعلامية، جمعت العائلة حول الشاشة. فشو هي ذاكرة السوريين مع التلفزيون؟ خلونا نتابع بتقرير زميلتنا لينا شيبون. يا جماعة شو هالضجة؟ شو هالضجة هي؟ بدنا نعرف ننام؟ بكرة في عنا شغل. دنيا. بأياد مع طاقة لا زالت مستمرة حتى اليوم، انطلقت الشارة الأولى للتلفزيون العربي السوري في 23 من شهر تموز عام 1960. هي رحلة في الذاكرة حاضرة ومتجددة مع كل جيل جديد، نستعيدها
فنستذكر تاريخا حافلا من العطاء الفني والثقافي الأصيل. التلفزيون السوري شغلة كتير رهيبة وقلقلها كتير كارير للزمن القديم. يعني أنا لهلأ بفتح على برامج قديمة مشان أتذكر كيف كنا وكيف صرنا وكل ماله لأحسن. يعني في حتى رايبيني برا البلد دائما بيرجعوا بيقولوا لي بعتينا الدعايات القديمة لأنه اشتقنا لها، بعتينا الزمن الجميل هذا اللي الحمد لله بعده جميل وحيصير أجمل إن شاء الله. في برامج كتير تلفزيون الناس، في كتير يعني كان حتى الأفلام الكرتون أيام الطفولة كان إلى وقت محدد. يعني كان في نوع من هيك نوع من الحب اللي كان موجود قبل، يمكن هلا انفاد شوي. أكثر شيء من حب أيام دريد لحام، أكثر كل مسلسلات دريد لحام اللي كانت تطلع ومسرحياته حمام الهنا. لكن بالعودة إلى الماضي عندما نتحدث عن الذكريات، عن حنين الماضي، حنين الأشخاص اللي نحن بعدها بذاكرتنا. يعني أنا على سبيل المثال الأستاذي ماريا ديب الله يديم عليها الصحة والعافية، الأستاذي منى كردي نجوم وأضواء من الألف إلى الياء، أرضنا الخضراء، هذه يعني البرامج اللي كانت فعلا كنا نتابعها كنا ننتظرها. أيام زمان كنا نتفرج على التلفزيون نتذكر الشاشة وقت ما بتكون ملونة، هي شعار من شعارات التلفزيون السوري، يعني هذا اللي ما بننساه بالمرة. التلفزيون السوري كان يدخل لكل بيت، كان ضيف ظريف جدا جدا، كانت البرامج كتير حلوة ولا زالت حتى الآن. هلا من أجود المسلسلات القديمة كان مثلا أسعد الوراق، كان الأجنحة. بحس بارتباط الجيل القديم ببرزان، حسين البرزان ودريد لحام، يعني هيك بحس مرتبطين فيهم يعني كممثلين فيهم مرتبطين، ومسرحياته اللي هلا بالذاكرة. كان يفتح الساعة تقريبا 2 برامج تعليمية، برامج الأطفال، وبعدين تذكروها بقى برامج الأطفال أنتو ريمي وجزيرة الكنز وتوم سوير والقصص هي كلياتها. أنت رجعتينا كتير والله لورا لك يا خيتي، هلا من عندها لبكرة. السوريين اليوم عادوا بالذاكرة لأيام الزمن الجميل، فهي سنوات عديدة مرت، وجوه كثيرة عبرت وبقيت محفورة في الأذهان على جدران مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التي وثقت لمسيرة الفن والثقافة في كافة المراحل. شاشة التلفزيون العربي السوري هي ركن حي كان وما زال يبث روح الحياة من العاصمة دمشق. سالي، بالإضافة للبرامج الإعلامية، شكل التلفزيون السوري ولا زال ذاكرة درامية لأهم الأعمال سواء عبر الشاشة أو أثير الإذاعة. خلونا نتابع مع بعض نبض الدراما عبر التلفزيون بتقرير زميلتنا زينب مخلوف. في عام 1960 كانت أول شرارة لبث التلفزيون العربية السورية، اليوم عام 2018 عام النصر. تمنيات كثيرة سنستطلعها في هذا التقرير، كونوا معنا. وكل عام وانتم بخير، والتلفزيون العربي السوري بخير، وسوريا الحبيبة بخير. بحب عايد كل العاملين بهذا المجال إن كانوا إداريين أو فنانين أو مذيعين مثلكم. ويعني الحقيقة التلفزيون هو من هداك الوقت، أنا ما كنت يعني بس عم بحكي من وقت ما كنت صغيرة، أكيد اتطور، بس للأسف عند فترة عم يتراجع. بتمنى أنه ما يتراجع، بالعكس يعني يرجع مثل ما كان وحتى يتطور أكثر. فنانين هنا جزء من التلفزيون العربي السوري، بعيد تأسيسه شو بتحبي تقولي أمنياتك كفنانة يعني لدعم الفن أيضا من التلفزيون العربي السوري، شو بتحبي تقولي؟
العيد التلفزيون العربي السوري بقول أول شيء تحية وفاء لسوريا الأم. تلفزيوننا نحن بنرفع راسنا فيه، عشنا على كل شيء حلو فيه، نتمنى يكون أفضل وأحسن، وبتمنى أن يكون في عنا قنوات أكثر لحتى درامانا السورية توصل لكل العالم وتكون يعني بالقمة دائما. كل عام وأنتم بخير العاملين في مبنى الإذاعة والتلفزيون. طبعا نحن هلا كنا عم نسجل بالاذاعه وهي الاساس قبل التلفزيون حتى الاذاعه. اتمنى انه يعني يصير تحسن اكثر بقنواتنا ببرامجنا مستقبليا، وان شاء الله كل سنه وانتم سالمين. فالتلفزيون السوري من تاسيسه حافظ على وطنيته وحافظ على ميزته الاساسيه اللي انه يقدم فيها كل شيء جديد وكل شيء بيخدم بلده. فنحن فخورين جدا بالتلفزيون السوري وفخورين بكل البرامج اللي بتتقدم فيه. من هذا المنبر الاستوديو الصغير الداخلي في قلب التلفزيون العربي السوري وفي عيد تأسيس التلفزيون العربي السوري، كان للفنانين كلمتهم ومعايداتهم وتمنياتهم للتلفزيون والإعلام الوطني بالتقدم والازدهار. زينب مخلوف للإخبارية السورية، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، دمشق. أريج سوارح لننتقل لداخل أروقة التلفزيون ونسترجع البدايات مع اللي اشتغلوا بالإعلام من مختلف المجالات وشهادات حية وتداعيات وجدانية عن الذاكرة التلفزيونية. رصدتها كاميرا الإخبارية السورية مع زميلتنا هزار عبود. على سفح جبل قاسيون الذي يقع على ارتفاع 1500 متر عن سطح البحر تقع محطة الإرسال التلفزيوني التي تطل على مدينة الأمويين. بهالتاريخ وبعام 1960 كانت البداية لشاشة قدرت عبر حقبة من الزمن بأن تكون نافذة كل سوري إلى العالم ومصدر المعلومة الموثوقة. ليومنا جهود حلم وطموح كبير بأنه نبقى الرواد بمجال الإعلام، هيك كان الهدف لكتير من الإعلاميين يلي تصدروا الشاشة خلال فترات مضت، وبوقت كان في التلفزيون السوري هو الوجهة الوحيدة لألنا. أسماء كتيرة قدرت ترافقنا ولليوم مستمرين، فشو يلي تخزن بذاكرتون عبر مسيرة امتدت لسنوات؟ نحن أول إعلام عربي بالمناسبة انفتح مباشرة على الهواء مع المستمعين بداية في إذاعة دمشق، ومن ثم انتقلت هذه التجربة إلى التلفزيون العربي السوري، وكنا فخورون بأننا كنا رواد في هذا الميدان. يعني الهواتف التي كانت تأتي لأول مرة ليتحدث مستمع بدون وسيط مع هذه الإذاعة وهذا التلفزيون كانت يعني نستطيع أن نقول بأنها كانت ريادتنا الوطنية بامتياز، لأننا نثق بإنساننا ونثق بأن هذا المشترك عميق وعميق جدا، ونثق بأن حتى الاختلاف يمكن أن يتحول إلى حالة إيجابية وبناءة. التلفزيون السوري بقنواته كلها أنا بعتبره هو جد التلفزيونات العربية، يحق أن يعني يأخذ هذا الدور من بداية اللي انطلقوا من أول استوديو بقاسيون بثلاث أمتار وقالوا هنا دمشق، واختياره لرمزية هنا يعني هنا دمشق من قاسيون، هذا يعني رسالة كبيرة حملوه على عاتقهم، كانوا رواد أسماء كتير إذا بدنا نستذكر، رسموا خط يعني هيك يحق لهذا التلفزيون أن يتباهى وأنه يحتفل يعني حقيقة. وأنا بعتبر الأجيال اللي اجت بعد الجيل الأول، يعني الجيل القديم، الجيل اللي بعده، الجيل الوسط مثلا، خلينا نقول جيلنا، جيلكم هلأ، يعني حملوا الراي. التلفزيون العربي السوري من أقدم التلفزيونات في المنطقة،
استطاع منذ ولادته ومنذ نشأته الأولى أن يؤثر في المتلقي بشكل واضح وحقيقي. كان يصنع رأيا، كان يصنع موقفا في الشارع التلفزيون العربي السوري. وكما تعلمين الآن، حتى الآن إذا ما أراد أحدهم أن يتحدث عن معلومة ما، فبجوز أنت بتقولي له لا مو دقيقة هالمعلومة، بيقولك لا أنا سمعتها من التلفزيون. ما يعني أنه لا يزال يتمتع بالمصداقية الحقيقية التي بدأ يتمتع بها منذ ولادته الأولى ومنذ نشأته. هو مدرسة كان لإلنا ومدرسة حقيقية بالنسبة لإلي، لأني أنا صراحة تربيت على التلفزيون السوري إعلاميا، نشأت نشأة الإعلامية، تعلمت كتير، تعلمت على الهواء طبعا، لأنه قد ما تدربتي الهواء هو التجربة الحقيقية لإلك. فالتجربة الحقيقية كانت إلي من خلال الأشياء اللي قدمتها بالتلفزيون السوري، اللي ابتديت فيها من البرامج المنوعات، البرامج الاجتماعية، و ويعني شوي شوي دايما تعلمي. فهو مدرسة حقيقية لإلنا، واللي بدي أقوله أنه هو خرج أسماء كبيرة وعديدة من الإعلاميين، رفت فيها محطات متميزة وكانوا هن متميزين وأضافوا للمحطات التلفزيونية جيل. والهدف شاشة قدرت تكون مرآة لحياتنا بحلوة ومرة، وتكون صورة تعكس مجتمعنا بقضاياه مشاكله وهمومه، وشاشة قدرت تصون الوطن بالفكر وتوثيق الحقيقة على الأرض. سالي، برحلتنا الصباحية يلي ضبطنا مؤشرة من البداية على ذاكرة الزمن الجميل وذكرى تأسيس التلفزيون العربي السوري والمؤسسة يلي خرجت أجيال من الإعلاميين والعديد من البرامج يلي طبعت بالذاكرة وشكلت بصمة على مستوى الصوت والصورة. أريج، هالمؤسسة قدرت تواكب التطور الفضائي بمجال البث، وقدرت تواجه الحرب التي شنت على سوريا وكل جانب كبير منها. أكيد لا إعلامي لنتحدث أكثر بشكل موسع عن مراحل التأسيسية ومحطات بعمر التلفزيون السوري. بصرنا نرحب بالإعلامي الأستاذ سعد القاسم. كل عام وانت بخير وأهلا وسهلا فيك. ألف خير. أهلا وسهلا فيك أستاذ، ونورت صباحنا. يسعد صباحكم الله. نور فيكم الصباح. كلك ذوق. رح نكفي حديث الذكريات والزمن الجميل والبدايات بعمر تأسيس التلفزيون والمراحل الأولى. كيف كان المشهد الإعلامي بالبداية؟ هلا يمكن نضطر نرجع شوي 3 سنين قبل التأسيس. يعني التلفزيون السوري في صدفة اللي خلته يعني يطلع بهذا الوقت قبل 58 سنة، وهي صدفة جميلة وبتاريخنا، وهي الوحدة بين سوريا ومصر. بس قبل الوحدة تماما يعني بسنة 55 لما بدأ جمال عبد الناصر بعملية النهضة بمصر، النهضة التنموية. طبعا إسرائيل قادت حراك غربي واسع من أجل تعطيل مشاريع التنمية ومن أجل منع يعني كبح النمو المصري، وتعززت هي أو كانت يعني أوجها أنه لما أوقفوا تمويل السد العالي عن طريق البنك الدولي. نعم. بمصر يوميتا مصر عبد الناصر أمام قناة السويس، بس كلها وبعدها اجت الحرب 56. بهي الفترة كان الإعلام الغربي موجه كله ضد مصر وضد عبد الناصر شخصيا، يعني كانوا يوصفوه إرهابي وكانوا يوصفوه دكتاتور. شعروا المصريين انه هن لازمهم جهاز إعلام وطني على الأقل يقدر يواجه التلفزيون الإنجليزي تحديدا البي بي سي اللي كان له حضور كتير قوي بالمنطقة. بال 56 لما صار العدوان على مصر وتعطلت إذاعة القاهرة، إذاعة دمشق يعني خطت الخطوة الأولى على طريق الوحدة. نعم. لما أعلن مذيع عبد الهادي بكار أنه هنا القاهرة من دمشق، كانت هي الخطوة الأولى الكتير مهمة، وهاللي ردوا عليها المصريين بعد يعني بحرب 73 لما قالوا هنا دمشق من القاهرة. بس هي الحالة عملت حراك وطني كتير واسع على المستوى الشعبي. نعم. وكان في مطلب شعبي بالتوحد مع مصر بعد هالمعركة اللي خاضوها مع بعض هنين. بتتويج الوحدة ولما تقامت الوحدة في أكثر من مجال
تسرعت فيه العملية بسوريا بيناتها مجال إعلامي ومجال ثقافي. فكان أول شيء صار أنه كان المشروع التلفزيون المصري كان قائم من سنة 56 كان عم بتجهز، فكان القرار أنه يطلع التلفزيون البث التلفزيون يطلع من مصر وسوريا بنفس اليوم اللي هو يوم 23 تموز ذكرى ثورة يوليو. كان في عمل حقيقي خارق هون، يعني بمعنى المصريين كانوا صار لهم 3 سنوات عم بيحضروا، السوريين فجأة صار في قرار أنه خلال سنة بدك تواكب هذا النشاط. وما كان حدا قدران يصدق أنه هذا الشيء ممكن يصير، بس كان في إخلاص استثنائي من رواد وعلى رأسهم الدكتور صباح قباني الله يرحمه. كان تكليفه بحد ذاته بيعبر عن الجدية. اشتغلوا فترة طويلة، جابوا كل تم استقطاب كل الفنانين والفنيين والناس اللي ممكن تقوم بهذا العمل. تم إفاد قسم كبير من الناس اللي منهم لأوروبا مشان ولا مصر من أجل الاطلاع. وبدوا بالغرفة الصغيرة اللي نحن بنسميها تجاوز استوديو، يعني بقمة جبل قاسيون. بدأ الإرسال قبل شوي في أحد التقارير اللي نعرض قبل شوي، كان بدايته هي بداية التقرير المصري عن التلفزيون السوري، انه عم بيحكي انه من قمة جبل قاسيون انه كيف من هالغرفة الصغيرة بدأ الإرسال. نعم تفضل. لا لا يعني هي الفكرة. نحن بدنا نحكي عن المراحل والأجيال اللي المتعددة اللي تعاقبت على هيدي المؤسسة العظيمة اللي هي التلفزيون العربي السوري. شو أكثر شيء بتحسه هيك شكل شيء بذاكرتك أو شكل بصمة لشيء بتتذكره؟ تفضل. هلا أنا من الجيل اللي وعي على التلفزيون، يعني كمشاهد طبعاً بتذكر نحن مثلاً جهاز التلفزيون دخل على بيتنا قبل ما يبلش رسالة تلفزيوني، فكنا صغار نقعد نتفرج على الجهاز يعني ومحطوط جوا علبته، إنه ما عم نقدر نصدق إنه هون في صورة بدها تطلع بدنا نشوف ناس بشكل حقيقي. هلا لما بدأ الإرسال يوم 23 تموز خلق حالة جديدة بالمجتمع السوري. صارت الناس طبعا ما كل البيوت كان فيها تلفزيونات، بس البيوت اللي فيها تلفزيونات كانت تصير تجمع للمنطقه او للبنايه او للحي او للشارع حسب الناس، فيصير تجمعات. حتى في قصص طريفه بيحكوها الناس، يعني انه بعد ما تخلص السهره بيضلوا اهل البيت قاعدين عم بيكنسوا البزر والبشار. تمام. ذكريات دائما اهلينا بيحكوا لنا. اي كثير ذكريات جميله. بس هو فعليا التلفزيون السوري دخل على مستوى يعني كثير مرتفع وراقي، لدرجة انه في برنامج في برنامجين بالتلفزيون السوري اعاد عرضهم التلفزيون المصري. بهاي الفترة يعني فترة الوحدة كان اسمه التلفزيون العربي وتحته يكتب دمشق او القاهرة. نعم. يعني نفس التلفزيون في دمشق والقاهرة، فقط تضاف اسم المدينة. بهاي الفترة هي الفترة الاغنى يعني اللي اسست لكل شيء بعدين، لأنه أسست البرامج السياسية، أسست برامج الحوارات الندوات، أسست البرامج الاجتماعية وبرامج أطفال. كل واحد من هدول بيستحق يعني توقف طويل عنده. وإضافة للأشياء كلها دخلت بمجال الدراما ومجال السكتشات الغنائية الفنية. أحد بدايات كان كتير هامة، كان في أوبريت مصري اسمه رابع العدوية، أعاد التلفزيون السوري تسجيله مع الصورة يعني دوبلاج مصور. المصريين رجعوا عرضوه عندهم، وعبد القادر حاتم وزير الإعلام يوم تعتبر أنه هذا نموذج لما يجب أن يكون عليه العمل. كان في برنامج تاني اسمه إسراء السعيدة للسيدة نادية غزي، كمان هو كان برنامج تاني عرض على التلفزيون المصري. لما بقول عرض على التلفزيون المصري أخذ معي الاعتبار أنه الخبرة الموجودة بمصر الأكبر اللي ما موجودة بسوريا، مو بس بمجال التلفزيون، أنه هي استندت أصلا على إرث فني كبير كتير بمصر. ما كان بسوريا ما يوازي، كان في عنا شيء بس لا يوازي الشيء المصري. فلما يقدر هو التلفزيون السوري يكون بمستوى شقيقه المصري او تلفزيون دمشق بمستوى تلفزيون القاهره، فكان هذا بحد ذاته انجاز. طبعا كان في كثير يعني في برنامج ثالث عرض هو الاجازه السعيده، اللي ظهر فيه لاول مره دريد لحام ونهاد قلعي بشخصيتين التاريخيات غوار وحسني، وبعدين ضم لهم رفيق سبيعي ابو عنتر، وكمان هذا انعرض بمصر. وهذا كان بدايه انتشار الدراما التلفزيونية السورية وانتشار اللهجة السورية في الوطن العربي. نعم. لكن هالمؤسسة أستاذ سعد يعني واكبت التطور، وصار في فترات يعني مزدهرة أيضا بالتلفزيون السوري، وانتقل من مرحلة الأبيض والأسود للملون. تخبرنا عن هالمرحلة.
هلا هو قبل ما نحكي هي كثير مهم هذا في كمان بس النقله الاولى انه اللي كانت مهمه انه لما بدا التلفزيون ما كان في شيء اسمه مونتاج يعني اللي نحن بتعرفه كاعلاميات انه هذا اساس عملنا هلا نحن كان لما بتتقدم وخاصه هذا كانت مشكله وقت التمثيليات يعني بالندوات ما في مشكله بس بالتمثيليه كان اذا صار خطا يعني لازم تنزع كامل تسجل كامله مره واحده التمثيليه فكانت اذا في الدقيقه الاخيره منها صار في خطا يعاد تسجيلها كامله هلا الفتره كانت اقصر فتره بتاريخ العمل التلفزيوني التطور التقني ساعد كثير بعدين لما دخلت اجهزة المونتاج ساهمت بتطوير الدراما ساهمت بتطوير برامج تلفزيونيه نحن قبل ما نوصل على مرحله الملون كان في يعني فتره كانت غنيه كلياتها اذا نستعرض نحن برامج واسماء وتجارب في كل المجالات كان في شيء كثير محاوله صنع شيء جديد شيء مختلف يعني مثلا بالدراما اذا بنحكي تساوي مسلسل كان اسمه يوميات حرامي هذا سبق كل برامج الواقع اللي بنعرفها نحن يعني كان عم يعرض في شخص على اساس انه حرامي عم بيحكي ذكرياته بالحلقه الاخيره بيقول لا انا ممثل وظلت الناس بعد 6 سنين عم تسال هو ممثل ولا حرامي لانه انمزج في بين دراما وبين الروبرتاجات الاخباريه لما دخلنا البث الملون هو كانت مرحله انا بوجهه نظري يعني هي واكب فيها التلفزيون الواقع العالمي بس ما اضاف شيء لجماليه الصوره ولا فنيتها صارت حيويه اكثر حقيقيه اكثر بس المستوى العالي من الاناقه اللي كانت تتمتع فيها الصوره بالابيض والاسود هلا اذا بترجع بشوف الصوره دي بشوف قديش كان فيها غنى لوني بالرماديات كان في اهتمام كثير بالصوره ما بيمثلوا الراحه اللي بيمنحها التصوير الملون اللي بيخفي عيوب كثيره بس النقله هي الاهم الملون هي البث الفضائي هي المرحله الاهم كانت لانه التلفزيون السوري كان النطاق الجغرافي تبع رساله محدود هو بسوريا وبلبنان الاردن احيانا بيوصل للشمال السعوديه والعراق فضل حيز جغرافي ضيق مع البث الفضائي وصل العالم كله وصل وكان عنده هذا التراث كبير يعني مرحله اولى كان عم يعيد التلفزيون السوري عرض اشياء اللي ما اتيح لمشاهدين عرب يعني رغم هالامكانيات المحدوده اللي كانت ورغم كيف كنتوا تشتغلوا وكيف كان الابيض والاسود وكيف كانت ما في مونتاج كان في شغف لتقديم ما هو افضل دائما في مسؤوليه وهيدا نحكي عنها اليوم شو هي المسؤوليه الملقاه على عاتق الاعلاميين وايضا العاملين بهذا بس بيستدرك هيك كانوا يشتغلوا لانه نحن من الجيل اللي اجى مرتاح يعني تماما اجى على الوقت المرتاح اللي كان كل شيء سهل في ارشيف كبير دخل عالم الكمبيوتر دخلت التجهيزات الحديثه صار في عنا فرص كثير نحن ما كانت متوفره لقبلنا نحن اجينا كثير مرتاحين يعني لما بيحكوا عنا انه نحن جيل مغنج ومدلع بالاعلام ما تعبنا نحن بس نحن واجهتنا الظروف نفس يعني تشبه الظروف اللي واجهتهم ورب اقصى نحن انه أنا بالبدايات واجهوا جيل المؤسس واجه العداء الغربي الاسرائيلي وشركائه على سوريا واللي كان دائما يتمثل بحالات مختلفه يعني من العدوان وهذا الشيء جيلكم يعني هو عاش الذروه تبعه خلال 7 سنوات الماضيه التلفزيون السوري قد يقال كثير عن امكانياته الفنيه قد يقال كثير عن الحرفيه والمهنيه فيه لكن الشيء الذي لا يمكن انكاره انه الدرجه العاليه من المصداقيه والنزاهه اللي بتمتع فيها يعني نحن على مدى 7 سنوات عم يواجه التلفزيون السوري اكثر من 120 محطه تبث الى سوريا اكثر غلاة يعني المعارضين ما كان يتوثق من الخبر اذا ما اذاعوا التلفزيون السوري اي خبر كان هو محافظ على المصداقيه والميثاقيه الشيء الاخر هو يعني انا هي حادثه انا يعني بعرفها من الناس كانت انه في فتره نحن كنا بقناه الدراما قررنا انه كنا نحمل قناه الدراما على القناه الثانيه بعد ما توقف قناتها بعد ما وقف ارسالها لاسباب نحن شعرنا انه ما عم بيكون منتظم قررنا نوقفها مجموعه الاتصالات اللي اجتنا يوم احتجاج من الناس انه ليش وقفتوها نحن كنا وقتها هذا حكي قبل 10 سنين يعني كان عندنا قناعه انه ما عاد في حدا يتابع على القنوات الارضيه انه الناس اللي بتتابع كلها فضائي فاكثر كلمه مؤثره كنا نسمعها من الكل من كثيرين ناس انه نحن ما عندنا دشات صح لانه ما بنامن اولادنا ف
فنحن بنترك بس انه التلفزيون السوري انه بنأمن عليه، بنأمن على تربية اولادنا. هلا هي الحالة هي كثير موجودة بانه في القيم الاخلاقية محافظة على التلفزيون السوري من دون ما ينزلق الى فخ الانغلاق او التطرف او التعصب. نعم، وهو مشارك ايضا يعني بتربيه اجيال واعيه. اليوم حابين نتعرف منك استاذ سعد، اليوم في مسؤوليه كبيره على الاعلاميين وخاصه بفتره يمكن الحرب اللي مرينا فيها وما بعد الحرب، اليوم شو النصيحه اللي بتوجهها لكل الاعلاميين والعاملين بالمجال الاعلامي؟ هل هي نصيحه خطره شوي؟ أنه فكر بالمشاهد، لا تفكر برئيسك. نعم. بالعمل. المهم أنك أنت تقدم للمشاهد الشيء اللي يخليه يحترمك ويشعر جديتك. مو مهم أنه يرضى عنك رئيسك بالعمل. طبعا أنا هون ما بفترض أنه كل رئيس بالعمل هو بالضرورة هو ضد التوجه، لا، بس أنا الخيار الأول أنه أنا لازم أساوي شيء أنه أكون هيك عم فكر. طبعا توجه المشاهد بيتطلب أنه يشوف شو عم تقدم التلفزيونات الثانية. نعم. شو صار تطور بالعالم، شو تغير بمزاج الجيل. يعني الجيل الجديد اللي اصغر، يعني اللي حاليا يعني لان يعني المراهقين واكبر بشوي، هدول مزاجهم مختلف تماما عن مزاج الاجيال قبلهم، مثل ما انتم مزاجكم كان مختلف عن مزاج جيلنا. ما بصير ضل انا عم بفرض عليهم مزاجي، لانه بالاخير انا بكون عم بخسرهم. لازم انا اعرف كيف بدي اتعامل معهم، كيف اتخاطب معهم بشكل ما اخسر كمان انا خصوصيتي وما اخسر هويتي الخاصه. شكرا كثير لوجودك معنا. بدنا نشكر ايضا هالكلمات اللي فدتنا فيها والنصيحه اللي قدمتها، ونورت صباحنا، واهلا وسهلا فيك. كلك ذوق، واهلا وسهلا فيك ضمن برنامجنا الصباحي. شكرا، صباحكم كل عام وانتم بخير وانت بخير. اما هلا صار الوقت لننتقل لغرفه الاخبار لنتعرف على اخر الاخبار يلي عم تشهدها الساحه العربيه العالميه والسياسيه مع زميلنا رائف مرعي. صباح الخير رائف. صباح الخير سالي إليك ولضيفنا الأستاذ سعد القاسم. والآن موجز لأهم الأنباء. تستكمل اليوم عملية إخراج الدفعة الرابعة من الإرهابيين الرافضين للتسوية من ريف القنيطرة باتجاه شمال سوريا، وذلك تنفيذا للاتفاق القاضي بإخلاء جميع قرى وبلدات المحافظة من المظاهر المسلحة وعودة مؤسسات الدولة إليها. وكانت الدفعة الثالثة من الإرهابيين خرجت مساء أمس عبر 46 حافلة على متنها 959 إرهابيا والعشرات من أفراد عائلاتهم. أكد مراسل الإخبارية الحربية أن مدينة نوى في ريف درعا خالية من الإرهاب تماما، وأن الجيش العربي السوري ينتشر في المدينة بعد إنهاء الوجود الإرهابي هناك. مدينة نوى خالية من الإرهاب بعد أن أخرجت جبهة النصرة من هذه المدينة في الريف الغربي. نستطيع أن نقول أن مدينة نوى ومحيطها بالكامل خالية من الإرهابيين بعد أن أخرجت جبهة النصرة أمس، وبجهد من الشباب الوطني داخل مدينة نوى والجيش العربي السوري تم طرد النصرة الإرهابية باتجاه إدلب. الآن مدينة نوى كما قلت خالية من الإرهابيين. استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها فجر اليوم لمخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية معا أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة وأطلقت خلالها الرصاص الحي بشكل كثيف، ما أدى إلى استشهاد طفل في 15 من العمر، فيما استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة في قطاع غزة. في خبرنا الأخير في هذا الموجز، أعلن مصدر أمني مصري اليوم مقتل متزعم تنظيم إرهابي في شبه جزيرة سيناء. وقال المصدر إن القتيل هو المدعو أبو جعفر المقدسي زعيم التنظيم الإرهابي في بلدة الشيخ زويد المصرية، كما اعترف التنظيم الإرهابي بمقتل متزعم تنظيم داعش في سيناء. نهاية الموجز. الآن نعود إلى الزملاء في استوديو صباحنا غير. تفضلوا زملاء الهواء لكم.
شكرا لك رائف. أكيد عودة لبقية فقرات صباحنا غير أريج. عزة عبد ربه اسم حفر بذاكرة كل من عمل في أروقة التلفزيون العربي السورية 5 عقود وثق خلالها بعدسته أهم المحطات في تاريخ سوريا الحديث، بدءا من بداية عمل التلفزيون السوري وصولا إلى لحظات التحرير في القنيطرة ورفع العلم السوري فيها، حتى بات ذاكرة لكواليس كل لقطة سجلتها عدسات الكاميرا. هذه المحطة ستكون مع أقدم مصور في التلفزيون العربي السوري وهو المبدع عزة عبد ربه، ليحدثنا أكثر عن ذكريات طافت بمخيلته منذ عام 1962. تعيننا تقريبا ب 62 كما قلت لك، وكان ما كان فيها الكادر الكبير بالتلفزيون، كنا عن العد على الأصابع مصورين، 3-4 مصورين ما في غيرنا، كنا نغطي مهمات كثير يعني نفضى من على بكره للمساء، عرفتي كيف؟ وتعاملنا مع مدراء تعاقبوا على التلفزيون، راح واجا مدراء عامين، ويعني طالما انت عم تشتغلي بشغلك وكل الناس بتحترمك، تعاقبت علينا مذيعين هون بالاخص بالاذاعه، لا تصوري لحد هلا مثل الامير يحيى الشهابي كصوت اذاعي وانسان ما في، الاستاذ فؤاد شحاده، الاخ المرحوم ميشيل الخوشغجي، هدول كلهم، الاخ داوود يعقوب لما يطلع ينقل مسيره يهز العالم، الله يرحمه محمد حوراني، مرق علينا مذيعين كثير، سامي جانو، كلهم عادي خياطه، كانوا ينعدوا على اصابع المذيعين. بفتخر بكل المهمات اللي أنا نفذتها، بس اللي نفذتها رقم واحد وبفتخر فيها هلأ وبكرة، الله يرحم الرئيس حافظ الأسد يوم ما كنت معه بالقنيطرة ورفع العلم السوري قدام آلاف الناس، أحلى لقطة هي كنا أخذناها، هي بفتخر فيها وبتمنى أشوفها كل يوم. لطالما كان للإعلام دور كبير في نشر الحقائق، هو السلطة الرابعة والسيف الذي حمله الإعلاميون السوريون في الحق ومشوهو الحقيقة، واليوم أصبحت المسؤولية مضاعفة والعبء أكبر في مواجهة هذه الأزمة الشرسة التي تعرضت لها سوريا منذ ما يزيد عن 7 سنوات. إعلاميون كبار وأسماء نقف إجلالا لمسيرتها الفنية وعطائها العريق، قدموا الجهد والوقت والصوت والكلمة وما زالوا يحاربون لإيصال الحقيقة. مخلص الورار أحد القامات الإعلامية التي واكبت مسيرة التلفزيون السوري وإذاعته ووقفت على العديد من المحطات الهامة والفترات المميزة. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباحنا غير. وكل عام وأنتم بخير. كل عام. وتحياتي لكل الزميلات والزملاء العاملين في مجال الإعلام الوطني السوري، هذا الإعلام المقاوم، هذا الإعلام الذي يحمي رسالة الحق والحقيقة. طبعا يوم مشهود يعني، ويوم له معزة خاصة عند كل من عمل في هذا المجال طبعا. 23 تموز لأنه الانطلاقة نحو الفضاء، نحو الأثير كما يقال. فكتير كتير جميل نلتقي دائما ونتذكر ونعيد الشريط المليء بالمحطات والمليء بالذكريات الهامة والجميلة والممتعة. بعض الذكريات صعبة ومؤلمة، ولكن كلها تشكل لوحة اسمها لوحة الوطن. نعم.
يعني مخلص الورار هو اسم حتى بيرن بأذان كل ما حدا سمعه يمكن الإذاعة كان لها حصة كتير كبيرة بحياة مخلص الورار. خلينا نحكي عن تجربة الإذاعة لحضرتك. ربما يتساءل البعض يعني لماذا مخلص الورار ومجموعة من الزملاء عملوا في الإذاعة ولم يعملوا بداية في التلفزيون. الحقيقة يعني كان التقليد المعتمد لدى العاملين في مجال الإذاعة والتلفزيون أن المذيع يجب أن يمر عبر الإذاعة. حتى مؤسسي التلفزيون يعني الذين قاموا على تأسيس تلفزيون العربي السوري كانوا هم أصلا يعملون في مجال العمل الإذاعي. والمدير الذي عمل على توليف الحالة الإبداعية في التلفزيون، أول مدير تلفزيون أيضا عمل في الإذاعة وهو الدكتور صباح قباني. المدير العام آنذاك الذي عمل على الإشراف وعمل على التنسيق ويعني كان هو الدينامو الذي حرك العاملين في كل الاختصاصات، الأمير يحيى الشهابي رحمة الله عليه أيضا كان مذيعا إذاعيا. فإذا كان هناك ثقافة لدى العاملين والقائمين على الإعلام أن الإذاعي يجب أن يكون في الإذاعة وأن يمتلك الخبرة الكافية لكي يواجه الجمهور عبر الشاشة. طبعا ربما يظن البعض بأن الإذاعة أسهل من التلفزيون، وهذا تصور باعتقادي ليس صحيحا. الإذاعة تمتلك إمكانيات هائلة. أهم إمكانيات الإذاعة أنها تخاطب الخيال، تخاطب التصورات، تخاطب العقل، وتخاطب حاسة واحدة هي السمع. وبالتالي المذيع يجب أن يمتلك المقدرة المعبرة عن هذه المشاعر وهذه الوجدانيات من خلال حاسة السمع فقط والصوت. آسف. صحة تفضل إذا بتحب مي. والصوت هو الوسيلة الوحيدة نعم لإيصال هذا التعبير. وكلنا عندما عملنا في مجال الإذاعة عملنا لا كموظفين، يعني ما شعرنا أنه نحن توظفنا لكي نتقاضى راتبا شهريا، بل عملنا كمحبين وعشاق لهذا العمل. نعم. هل الموضوع ليش ما استمر لوقتنا الحالي؟ يعني هلا ما بعرف قيم انا كيف الاجيال بعدنا. يعني نظرت الى العمل صارت في كليه اعلام وكليه الصحافه، تخرج خريجين، اجوا طلاب جداد بيتخرجوا ويتعينوا، ولكن على زماننا ما كان في كليه صحافه ولا كليه اعلام. كان في هناك هواة يتخرجون من الجامعه من اختصاصات مختلفه، ويعلن عن مسابقة لانتقاء مذيعين ومذيعات، يتقدمون إلى هذه المسابقة وينجح صاحب الكفاءة. أنا أذكر المسابقة اللي تقدمنا إلها كانت في بداية عام 1977، تقدم إليها أكثر من 1900 متسابق، اللي طبعا هناك امتحانات واختبارات صعبة جداً، منها الكتابي ومنها الشفوي ومنها الصوت والصورة، وبالنهاية شيء 4-5 تصفيات، صفينا 5. نعم. 5 اللي نجحوا من 1900 تقريبا. فكان في هناك جدية في اختيار المذيع، وفي يعني مقدرة عند المتقدم على إثبات الوجود وإثبات الموهبة. معلومكم عمل مذيع يقوم على الموهبة بداية، ولكن تحتاج هذه الموهبة إلى صقل وإلى رفد ثقافي ورفد معرفي واحترافي. نعم. فكان في هناك أسس لابد أن تتوفر في عمل مذيع. والعمل الإذاعي كما قلت هو العمل الذي يؤهل، لأن الإذاعة مدرسة يتخرج منها المذيع متمكنا من ناحية الأداء واللغة والمقدرة على استخدام الخامة الصوتية في الطبقة المناسبة. وكل الذين عملوا في التلفزيون كانوا يعملون في الإذاعة،
وكلهم كانوا ناجحين وكانوا أساتذة وكانوا مجلين في العمل. نعم، كنا عم نحكي تحت الهواء أستاذ مخلص أنه شو اللي تغير بهداك الزمن والبدايات ومن هلأ، شو اللي اختلف طبعا مع عدل تطور ومواكبة التطورات بالمراحل يلي مر فيها التلفزيون العربي السوري، لكن في شيء تغير بالمضمون؟ طبعا المضامين تغيرت تبعا لتغير الظروف. نعم، وتغير الحالة الاجتماعية والحالة الوطنية والسياسية. الإعلام بداية كان إعلاما يجمع ما بين الخبر السياسي والخبر المنوع والتغطية الاجتماعية البيئية الثقافية إلى ما هنالك، وأيضا هناك جانب الفني، الجانب يسموه المتعة والفرجة، كان في له حيز كبير يعني ومهم جدا، وكان في رواد لهذا العمل وما زال يعملون في مجال الإبداع الفني، منهم الله يطول بعمره الفنان الكبير دريد لحام، أول من بدأ في العمل التلفزيوني مع الأستاذ المرحوم نهاد قلعي. طبعا هذا العمل الإعلامي هو الإعلام كلمة تطلق على كل شيء ينطلق عبر وسائل، إما الإذاعة أو التلفزيون أو الصحافة أو النت أو ما إلى ذلك، فصار أوسع. سابقا كان عندنا الصحف المكتوبة والمقروءة، وكان في الإذاعة، بعدين إجا التلفزيون، والتلفزيون كان محدود الإمكانيات حقيقة، يعني كان بثه قليل جدا يعني، وكان أرضي وليس فضائي، وارساله يعني يصل الى مناطق ربما يغطي سوريا فقط. طبعا بعد تسلسل من الامكانات الفنيه فكان محدود الحقيقه. الاذاعه كانت اكثر انتشارا، لكن قديش العمل كان فيه حميميه من ناحيه العمل داخل الاسره الاعلاميه والاسره الاذاعيه او التلفزيونيه. الحقيقه كان في هناك عدد اقل بكثير، عدد الكادر كان اقل، وبالتالي كانوا العاملين في هذا المجال بيعتبروا حالهم إخوة، عائلة واحدة، فكان واحد يشوف زميله في العمل أكثر ما يشوف أهله. صحيح. فبالتالي ولدت نوع من الدفء في العلاقة والحميمية والحب الشديد للجو العائلي الموجود. كان في هناك أعداد سمر وأعداد تسلية وتسبق العمل على الهواء، كان في مشاركة للأفراح والأحزان، وفي مشاركة اجتماعية وشخصية، فكان الحقيقة ما في غرابة. الآن اختلف الجو شوي، يعني صار في أعداد كبيرة، صحيح، وفي أجيال منقطعة عما سبق. الحقيقة نحن أجيالنا كنا متصلين مع أجيال سابقة. أنا في معلومات كتير عندي عن بدايات التلفزيون والإذاعة ما عشتها، ما كنت موجود فيها، ولكن كأني كنت موجود فيها، لأن سمعت كتير من ناس قبلي اشتغلوا في مجال الإذاعة، وكنا نستمتع لسماع أحاديثهم. الآن في للأسف الشديد انقطاع ما بين الأجيال، في فجوات، في جيل مضى أو بده يمضي، ولكن في جيل آخر ما عنده رغبة يعرف تاريخ الإذاعة والتلفزيون. وأنا هلأ بستغل المناسبة وبقترح اقتراح على يعني أصحاب الشأن، الحقيقة يعملوا دليل عمل أو كراس عن تاريخ الإذاعة والتلفزيون. تاريخ الإذاعة والتلفزيون جزء لا يتجزأ من تاريخ الوطن، وهذا يدرس في كليات الإعلام والصحافة، ويدرس أيضا للعاملين الجدد الذين يعملون في مجال الإذاعة. المادة ممتعة أكثر كونها يعني يكون كراس تعريفي عن بدايات العمل الإذاعي والتلفزيوني، وعن أهم الشخصيات اللي أسست هذا العمل، إن كان في مجال عمل المذيع أو المخرج أو الفني الصوت أو المهندس، يكون في هناك تعريف لهؤلاء والتجربة الشخصية لكل واحد فيهم، بالإضافة إلى الخبرة المتراكمة التي ولدت هذا العمل وهذا النضج الإعلامي اللي وصلنا له الآن. وصلنا للمرحلة الحالية بالتأكيد. نعم، يعني كانت التجربة للعمل في جبل قاسيون، طبعا هل اختلفت
العمل في جبل قاسيون عن ساحة الأمويين ضمن الساحة؟ في شيء اختلف؟ هلا أنا ما عاصرت جبل قاسيون، كان أسبق مني، بس بعرف إنه من خلال المعلومات اللي عندي إنه كانت الإذاعة تبث برامجها من شارع النصر. فعندما بدوا ينشئوا التلفزيون ما كان فيه لسه البناء اللي بساحة الأمويين ما كان جاهز، كان بديانين فيه يشتغلوا يعني، وكان في هناك استعجال لانطلاق التلفزيون السوري أو التلفزيون العربي، لأن انطلق التلفزيون أيام الوحدة ما بين سوريا ومصر، وانطلق التلفزيون العربي في آن واحد من دمشق والقاهرة وفي ساعة محددة واحدة. فكان في هناك محطة إرسال عم يجهزوها في جبل قاسيون، فجهزوا استوديو واحد مشان يلحقوا عملية الانطلاقة. والحقيقة كان هناك رعيل يعني كتير تحمل المشاق وتحمل المصاعب، جهز من ناحية التقنية والفنية والهندسية وأنشأوا الأبراج فوق، وكانوا المذيعين والمحررين والممثلين يطلعوا على الجبل كل يوم مشان يقدموا فقرات على الهواء. يعني تصوروا ما كان في طريق يعني مزفت، كان طريق زراعي وجبلي، فكانوا كل يوم يطلعوا لفوق على الجبل يقدموا فقراتهم وينزلوا. بس الله يعني رحمهم أنه كانت فترات الإرسال قليلة مع بدايات العمل التلفزيوني، كانت ساعات محددة يعني، ولكن صعبة. تمت هذه الأمور حتى يمكن عام 63 حتى جهز البناء في ساحة الأمويين ونزلوا على الساحة وبلش العمل التلفزيوني ياخذ أطواره وياخذ مساحته. وصار في استديوهات كبيرة، في للدراما، في للمنوعات، في للإذاعة وللتلفزيون، يعني صار في استديوهات رحبة، وبلش العمل التلفزيوني يتطور من خلال هذا المبنى. نعم، يعني مسيرة مليئة كانت بالجهد والعمل والمحبة مريتوا فيها ضمن هالزمن الجميل ببدايات تأسيس التلفزيون العربي السوري. نحن كتير نتشكرك على هالمعلومات الجميلة يلي اليوم أضفتها لصباحنا، وشكرا كتير لوجودك معنا أستاذ مخلد. شكرا لكم وشكرا لكل من ساهم في هذه التغطية الحلوة الجميلة، اللي أنا بعتبر نفسي واحد وفرد استمتع الذكريات الإذاعية. على فكرة نحن جيل إلى الآن بنشعر حالنا هواة ومحبين للعمل، بقدر ما نستذكر هؤلاء العظماء اللي أسسوا العمل التلفزيوني والإذاعي في هذا الوطن الحبيب. بنذكر أيضا الأهمية الكبرى لهذه الوسيلة الإعلامية اللي كلياتنا مشاركين في إنتاجها، وأيضا مسؤولين عن تطويره ومسؤولين عن تحسين أداءه حتى تكون منافسة للوسائل الأخرى اللي هلأ مليئة فيها الفضاءات العربية وغير العربية. وصار الموضوع صعب جدا تقنيا ومهنيا ومعرفيا، والموضوع بيحتاج إلى جهد مضاعف بل أكثر من مضاعف لكل واحد بيشتغل بهذا المجال، ما يستنى المكافأة المادية لأن راح تكون أقل بكثير من الجهد المبذول. وكل عام وأنتم بخير، وتحياتي لكل زملاء العاملين في مجال الإعلام. وأنت بخير يا رب. شكرا كثير لك. شكرا لك أريج. لهون حلقتنا بتكون وصلت لنهايتها، نحن رح نبقى على الموعد كل يوم الساعة 9 الصبح، ابقوا معنا على موعدنا. لكل يلي بيحب يبقى على اطلاع بآخر الأحداث والمستجدات ابقوا برفقة شاشة الأخبارية السورية عبر تغطياتها المستمرة على مدار اليوم. شكرا لطيب المتابعة، وكل عام والتلفزيون العربي السوري بألف خير وإلى اللقاء. يعني اليوم سالي ضمن حلقتنا الصباحية ورحلتنا الصباحية حاولنا نرجع نتذكر أهم المراحل يلي مر فيها تلفزيون العربي السوري وأهم القامات يلي أسست هالتلفزيون، وحاولنا أيضا يكون ضمن البرنامج معنا ضيوف من أهم الأسماء والإعلاميين الذين أسسوا للتلفزيون العربي السوري. وأنا اليوم بهالمناسبة بحب وجه تحية للمذيع القدير رجا فرزلي، بتمنى له طولة العمر والصحة والعافية، ولكل العاملين بالمجال الإعلامي. شكرا كثير لطيب المتابعة مشاهدينا، وإلى اللقاء. باي 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 باي.